الحين أنا وصلت جلال أباد مدينة أفغانية، جت لنا الأخبار أن أغلق الطريق إلى باكستان. من اللي أغلقه؟ قوات التحالف الشمالي التي كانت تقاتل طالبان من قبل، والتي تحالفت مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر. مالك حل إلا أن تمر عبر الطرق الجبلية الوعرة على الحدود. طبعا لأول مرة أسمع ويسمع العالم عن هذه الجبال. قال هذه الجبال اسمها تورا بورا. هذه أول مرة أسمع اسم تورا بورا. والله كنا نشوف الأطفال يبكون، ما لهم خيار، مو مقاتل لما تشوفه تعرف مو مقاتل، ما عنده سلاح ولا عنده شيء، زوجته جايين عايشين هناك من زمان، ترى في عرب عايشين هناك، موضوع مو موضوع قاعدة ولا موضوع كذا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أي عربي موجود في أفغانستان هو تنظيم القاعدة. يعني حتى في مراسل قناة الجزيرة تم تصنيفه على أنه من أفراد القاعدة، وبعدين في النهاية طلع براءة. ناس ما لهم علاقة لا في منظمات إغاثية عرب كانوا معنا في قوانين ما لهم علاقة. فكانوا الولايات المتحدة، ليش قلت لك لازم أبين هذه النقطة قبل، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تجمع الجميع. وأنت الآن تحت القصف الأمريكي في جبال تورا بورا. قصف كان رهيب بمعنى الكلمة. F-16 B-52 CA-130 طيارة وراء طيارة. الطيارة تي بهالطريقة لما تكسر معناها أنها قطت قذيفة. أول ما تكسر يعني قطت، فتنزل القذيفة فتشوف ألسنة النار يأكل بعضها بعضا، عمود تصعد نار بهالطريقة، تصعد على شكل عمودي، ثم بعد ذلك تتفرع النار من فوق، بعدين ييك الصوت وتيك الهزة. فقط الهزة يعني عنصر كفيل أن يزعزعك من الداخل. القذيفة لما تقط الجمر يبقى عمار أيام ما ينطفي بسبب المواد المستخدمة في القذيفة. يعني حتى مرة شفت مقصفة وشجرة فظلت تشتعل 4 أيام ما انطفت. فبهالجو نار، فكنت أشوف بعض الموجودين العرب غريبين. العرب نعم العرب غريبين جدا. فأقصفوا مكان الأمريكان فكانت النار تطلع، فشفت بعد يوم شفت شباب عرب قاعدين معاهم أبريق الشاي حاطين على النار يسخنونه قبل يسوي لهم شاي، والطيارة تمر من فوق، واحد منهم يقول شوية سكر لو سمحت. واو أطالعهم أقول هذيلا. والله يا عمار كنت أشوف بعض الشباب تي الطيارة وتقصف قريب منه واقف، أنا طبعا أرض بطح واقف، يقول مو أنا اللي أنبطح، خاصة المقاتلين عمار مو الكل، اللي ما جاءوا للقتال لا الوضع بالنسبة لهم يختلف، بس هالنوعية لا أنا شفت الغالب فيهم كذي يعني الشباب يعني. فأنا مستغرب يعني شو بتسوون يعني، قالوا ناطرين الأمريكان ينزلون إحنا نبيهم. كان في مجموعة تبي القتال، تبي القتال بل متعطشة للقتال. يعني كان هناك ناس كنت أشوفهم يتحرقون شوقا لقتال الأمريكان، بس كان شيء واحد ما يبونه اللي هو إن الأمريكان ما يولهم يدزون لهم الأفغان متحالفين معاه، يبون الأمريكان ما يبون الأفغان، لأن الأفغان في النهاية يشهد الله محمد رسول الله.